قتل شخص في العقد الثالث من عمره برصاص ضابط شرطة في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة. وقال شهود عيان أن الضابط هاجم الفتاة أو هاجم فتاة في مقر عملها لرفضها الارتباط به، وعندما تدخل خالها أخرج الضابط سلاحه الميري وأطلق عليه الرصاص فأرداه قتيلا. وقد تم التحفظ على الضابط بقسم شرطة دمنهور، فيما أحاط الأهالي الغاضبون بالقسم. مين اللي قتله؟ مين اللي قتله؟ امين الشرطه، ضابط ملاكم اول الشرطه بحمايه الشعب. محمد سمره شاطر الطنيخي، محمد سمره شاطر الطنيخي، استغل سلطته اللي هو ضابط، سحب الملف بتاعها من المعقد ماشي، واتخطفت لوحه الثاني فك الخطوبه، وراح النهارده اتهجم عليهم في العياده ماشي. فاخته ابتدى اخته اتصلت بيه قالت له ده بيتهجم علينا في العياده ماشي. فاخوها راح العياده ماشي، راح شتمه وضربه في رقبته ماشي، وراح مطلع الطبنجه وضربه بيها ماشي. والاهالي مسكوه هنا، الاهالي مسكوه هنا، مسكوه جات المباحث خدوه. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من البحيرة الصحفي محمد ناصر. محمد، ما هي تفاصيل هذه الحادثة؟ نعم، وما حدث اليوم حسب ما أكده شهود عيان هو قيام ضابط شرطة من حديث التخرج يعمل بمديرية أمن المنيا يدعى محمد رشاد، قام بالتعدي على فتاة قد سبق أن تقدم لخطبتها لأنه قوبل بالرفض، فقام بالتعدي عليها مساء اليوم بمقر عملها بإحدى العيادات الطبية بمدينة دمنهور، ما دعاها للاستنجاد تليفونيا بأقاربها، فأغاثها خلها وكان أقربهم إليها. وبعد مشادات بين الضابط والمجني عليه الذي حضر ليحمي الفتاة، أخرج الضابط سلاحه وأصاب المجني عليه عيد زين العابدين فراج متزوج وله ولدان ويعمل حدادة، ما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة في الرقبة فأرضه قتيل. وأكد أهل المجني عليه أن الضابط تم التحفظ عليه من قبل الأهالي وقت الحادث، حتى حضرت قوة من قسم شرطة دمنهور واقتادته إلى مقر القسم. بينما تجمهر الأهالي عقب الحادث حول القسم رافضين للحادث ورافضين للتعدي الظالم من ضباط الشرطة وعودة طغيان جهاز الشرطة من جديد، بينما تمت معاينة الطب الشرعي للجثة وتم استخراج التصاريح اللازمة لدفن الجثة، بينما لا يزال الضابط محبوسا حتى الآن بقسم شرطة دمنهور. طيب، أنت ذكرت يا محمد بأنه يعمل بمديرية أمن المنيا، إذا هو مجال عمله ليس في دمنهور، أليس كذلك؟ نعم، هو يعمل يعني حسب ما أكده شهود عيان هو يعمل بمديرية أمن المنيا، ولكن مقر سكنه أو محل سكنه هو بمدينة دمنهور محافظة البحيرة. طيب، ما هي الحالة الآن أمام قسم شرطة دمنهور؟ محمد، هل تسمعني؟ نعم أسمعك، تفضل. الحالة الآن أمام قسم الشرطة، هل غادر الأهالي الغاضبون من أمام القسم أم ما زالوا موجودين؟ لا، إلى الآن انشغل الأهالي ويعني جيران وأصحاب القتيل ب يعني قضية دفن الجثة واستخراج الإجراءات اللازمة وفتح المقابر وأخذ العزاء إلى ذلك. تمام، يعني إذن انصرف الأهالي، وما زال أين الضابط الآن في قسم الشرطة، ما زال موجودا؟ تمام، يعني إلى الآن لم يرد إلينا أي أنباء أن الضابط تم إخراجه من قسم الشرطة، بينما هناك تأكيد أنه ما زال محافظ عليه قسم الشرطة. طيب، هل هناك نية لدى أهالي القتيل بملاحقة الضابط مرة أخرى؟ ما رأيناه اليوم من غضب شديد بين الأهالي وبدأ واضحا في الفيديوهات التي تم تسجيلها وتوثيقها هو رغبة في ألا يمر هذا الأمر مرة الكرام، وأن يأخذ الجاني أو يأخذ الجاني يعني ما يناله من القانون بالقضاء العادل. نعم، من البحيرة الصحفي محمد ناصر، شكرا جزيلا لك.